بما انه في تجارب مصريه كتير ففي مبادرات مهمه جدا زي مبادره اصلها مصري. طيب ايه بقى حكايه اصلها مصري؟ الهدف من منها توفير فرصه عمل جديده للشباب، تعزيز التمكين الاقتصادي، يعني ابقى انا عندي قدره اقتصاديه، انا متمكن اقتصاديا، اقدر اشتغل وانتج واكسب. فالمبادره دي بتشتغل في ضوء ايه؟ في ضوء دعم المشروعات الصغيره وتوفير الحياه الكريمه، وهو المبدا الرئيسي للجمهوريه الجديده. الحياه الكريمه، الناس تعيش كويس، تعيش بكرامه، وتحصل على كل اللي هي عايزاه بكرامه. وجه الرئيس السيسي بتوفير فرص عمل جديدة في إطار هذه المبادرة أصلها مصري. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي. أهلا بيك يا دكتور. حضرتك يا فندم، إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. كنا بنتكلم على مبادرة أصلها مصري، محتاجين تفاصيل أكتر وآليات عملها إيه؟ طيب يعني أصلها مصري دي من ضمن المبادرات الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة. يعني أول مبادرة كانت بر أمان للصيادين، أيوة. ثم تالتها تتلفف حرير لصغار المنتجين في مجال صناعة السجاد والكليم والكوبلين، ثم عقبتها أصلها مصري لدعم العاملين في مجال التجميل والتزيين وتصفيف الشعر. دي بناء على بروتوكول تعاون تم توقيعه ما بين وزارة التضامن الاجتماعي والغرفة التجارية شعب وفات. وبالفعل معالي وزيرة التضامن أطلقت المبادرة يوم الاثنين من خلال تخريج أول دفعة ل 152 يعني شاب وشاب بيعملوا في مجال التجميل وفي تصفيف الشعر. كويس. وتم منحهم شهادات تقدير الى جانب اصل انتاجي، بمعنى ان احنا قدمناهم ادوات انتاج بحيث تساعدهم ان هو يبدا يمارس مهنته اولا بجوده عاليه، ان حضرتك بتدربه لمده شهر ونص على المهنه بحيث ان انت تضمن ان هو محترف وملم باصول ومعايير المهنه بشكل جيد وليس يعني ممتهن بيها بشكل عشوائي. لأن المهنة دي بتعاني من العشوائية ومن معدل دوران العمالة بشكل كبير، نتيجة ان هو مش بيبقى مؤهل، فبيجرب شوية يشتغل في المهنة وبعد كده يسيبها ويروح يشتغل في مهنة ثانية. اوكي. طيب احنا كنا بنشتغل على التدريب والتأهيل ثم منحه يعني اصل انتاجي او تمويل عشان يبدأ مشروعه، واهم حاجة ان يبقى معاه شهادة من جهة يعني زي غرفة تجارية شعبة الكوفرات، من جهة متخصصة في هذا المجال بحيث ان هو يقدر يمارس المهنة بشكل احترافي. حلو الكلام ده جدا. يعني دلوقتي هو مثلا الاول علشان يقدم يعمل ايه؟ هو بيتقدم من خلال الغرفة، ومش بس الغرفة، ممكن كمان يتقدم للوزارة. احنا كمان هنشتغل في كذا جهه ممثله للعاملين في مجال التزيين والتصفيف، لان احنا بنتكلم في حوالي 3 مليون عامل، ودي عدد كبير جدا طبعا، معظمهم كمان من الذكور. يعني احنا بنتكلم في حوالي راوند 1,600,000 من الساده الرجال بيعملوا 50% تقريبا. فهو ممكن يتقدم للشعبة وممكن يتقدم للوزارة، وممكن كمان في حاجة اسمها رابطة أصحاب محل العاملين في مجال التزيين والتصفيف، ممكن برضو يتقدم لهم بحيث أنه هيبدأ يلتحق في البرنامج التدريبي، ووزارة التضامن هي اللي بتوفر أماكن التدريب. حلو. وتكاليف التدريب، والغرفة والفنيين العاملين في هذا المجال هم اللي هيقوموا بالتدريب. يعني دي ملهاش أي رسوم يا دكتور؟ لو هو من غير قادرين هيتم منح أصل إنتاجي بشكل مجاني، أو لو هو مقتدر هيتم تقديم تمويل ميسر من خلال البنك ناصر وبعض المشروعات. طيب حلو قوي. أنا هنا عندي سؤالين بعد إذنك يا دكتور. أول حاجة، دي مفيش فيها رسوم خالص عشان يروح يحصل على التدريب، ولا في رسم معين بيدفعه؟ بص يا فندم، احنا دلوقتي بنحاول ندعم غير القادرين العاملين في هذا المجال، لكن القادر اللي ممكن يقدر يتحمل تكلفه الدوره التدريبيه هيتم يعني يتم المساهمه من كلام جميل. انا هصنف الدورة. انا بقى هنا ده سؤالي، هصنف ما بين القادر وغير القادر ازاي؟ وزاره التضامن الاجتماعي من خلال باحثينها او ادواتها هي اللي بتقيم وبتبحث حاله العامل،
بحيث ان يتحدد هو قادر او غير قادر. حلو جدا. غير القادر بمنحه ادوات الانتاج بتاعته او ادوات العمل بتاعته لو صح التعبير، مظبوط؟ تمام. حلو جدا. القادر ده هو اللي يقدر يتوجه لبنك ناصر ياخد قرض علشان يفتح المحل بتاعه، صح؟ مظبوط. طب ده كلام جميل جدا. طب هل عندنا ارقام متعلقه بالقرض تبدا من كذا وتنتهي بكذا مثلا؟ لا، يعني احنا بنبدا من اول 5000 جنيه لغايه ممكن 20000 جنيه، وبعد كده بنك ده في بعض البرامج اللي بتقدمها الوزاره للتمويل الموثق. بنك مصر لا مفتوح، ولكن هي بتبقى قروض ميسره برسوم بسيطه. عظيم جدا. طب ده كلام كويس. احنا بنتكلم زي ما حضرتك قلتي على 3 مليون بني ادم بيشتغلوا الشغلانه دي، نصهم رجاله نصهم ستات، يعني 1,600,000 رجال ومليون 400 تقريبا من السيدات والفتيات. انا اعتقد دي هتفرق معاهم كتير جدا جدا. انا بشكرك جدا يا دكتور. اتفضلي. احنا بنشتغل مع وزاره التقوى العامله بحيث ان احنا نعمل لهم تصنيفات، ان هم 14 تخصص، فبيبقى بحيث ان يبقى معاه تخصيص لمزاوله المهنه بتخصص، بحيث ان احنا ننظمهم فيما بعد، وبالتالي نحاول نظبط مستويات الاجور، لان من تخصص للتاني ومستوى مهاره لمستوى اخر بيختلف اكيد الاجر بتاعه. طيب سؤالي الاخير برضو ده جه على بالي مش عارف ازاي كنت ناسيه، بما انه انا عندي الحصر وبما انه هدي شهادات وما الى ذلك وهساعدهم على الشغل، ده معناه ان هو هيخش جوه منظومه تامينيه ولا لا؟ لا، ده يعني الهدف الثاني، يعني وزاره التضامن معنيه بمد الحمايه، الحمايه التامينيه في مجال التامينات الاجتماعيه او في الرعايه الصحيه. عظيم. فهو مجرد بنكون قاعده البيانات وبنمكنه اقتصاديا بندخله اوتوماتيك على الحمايه التامينيه والحمايه الصحيه. فيقدر يامن على نفسه او يامن على نفسه والعاملين معاه في حال انه فتح المكان بتاعه. تمام. عظيم جدا. انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليكي دكتور ميرفت صابرين مساعد وزيره التضامن الاجتماعي، ده كلام حلو.